3820. A mis un an à maîtriser cette épreuve. Vous allez découvrir toute la puissance de sa technique. والآن أيها الحضور الكريم، نترككم مع كلمة رئيس جمعية النور للتربية والسياحة المدرسية الدكتور حميدتي عبد العالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهم دار الدين. مرحبا بالضيوف الكرام، أمهات فضليات وأباء فاضيل، ومرحبا بشبابنا وأطفالنا وفلذات أكبادنا. أود في هذه الكلمة بعد الترحيب أن أتطرق إلى نقطتين أو ثلاثة في اختصار ما أمكن. الأول، أن التربية اليوم هي لم تعد مسؤولية الدولة، ونحن نلاحظ بأن الدولة اليوم تتخلص تدريجيا من مسؤوليتها في تربية الناشئة وفي التزاماتها تجاه التربية، وأصبحت هذه المسؤولية تلقى على عاتق الأسر والمجتمع المدني، على عاتق الأسر نظرا لحرصهم على أبنائهم. ولذلك ما فتي الآباء يترددون ويبحثون عن ملجأ لتطوير ذكاءات أبنائهم ولتطوير مهارات أبنائهم. ثم إن المجتمع المدني، الجمعيات، المجتمع المدني بكامله يسعى جاهدا أن يكون عنصر فعالا ومساعدا للآباء من أجل تربية أبنائهم، إيمانا بهم بأن الدولة لا يمكنها أن تكتمل إلا بتضافر الجهود. إذا ما كانت تضافر جهود الأسرة والمجتمع المدني، جمعيات وغيرها، ما يمكنش نربي واحد جيل اللي هو جيل متميز. والدول المتقدمة اليوم تتلاعب الجمعيات، المجتمع المدني والجمعيات تتلاعب واحد الدور كبير فيما يخص تأهيل المجتمع وتربية الأبناء. في هذا السياق حنا، في هذا الاهتمام وتجربة أقول لكم رائدة في المغرب كامل، متلقوش جمعية متخصصة في مسألة التربية. ولذلك نظرا لاهتمامنا بالتربية فكرنا أن نأسس جمعية، وهي جمعية النور للتربية والسياحة المدرسية. عندها جوج أهداف. الهدف الأول هو أنها تقدم دعم ما أمكن لجميع الآباء من أجل أن يروا فلذة أكبادهم في مستوى عالي جدا حسب الخبرة اللي عند أعضاء الجمعية، وتلفت على كل فاعلين وكل متخصصين من أجل مساعدة الآباء. لذلك المقر بتاعنا في شارع محمد الخامس 158 غادي نحاول أننا نتعاقد مع ناس متخصصين في علم النفس وفي علم التربية باش يقدمون مساعدات للآباء لهذوك الوليدات اللي غالب تلقاو بعض الوليدات متعثرين. هذه فئة. الفئة الثانية أبناء متفوقين. هل الأبناء المتفوقين خصنا نحتضنهم ونشجعهم، لا سيما في مثل هذه البلدات، هذه المدن الصغيرة ماشي بحال مدينة كبيرة. تكلمنا على الرباط، تكلمنا على الدار البيضاء، تكلمنا على طنجة، أكادير، مراكش، تلقى بأن عندهم مجالات الوليدات باش يمكن لهم يتأهلوا. كاينة فضاءات علمية اللي يمكن لهم يتأهلوا. ولهذا حنا في الجمعية ديالنا المقر تاعنا تحملنا هذا العبء، ما تصورش ان هذا عبء، ماشي سهل، عبء مادي ومعنوي كبير باش نقدموا المساعدة للأبناء. ليس لنا هدف من ورائه ربحي، ما عندناش هذا الهدف بتاتا، لا في غنى عن ذلك، ولكن تخصصنا واهتمامنا يفرض علينا اننا نخاطب من اجل وليداتنا. ان اي طفل تجد المجتمع راه نتاعي انا، الطفل غادي يلقاه هو المسؤول نتاعي. مشي لاي وزاره غادي يلقى واحد من الوليدات هو المسؤول نتاعي. إذا سمعت في التربية نتاعو غادي يساعدني. وأنا لا أخفيكم أن التلاميذ تقدم في الشارع يعاني يقولني بحرارة، وهذا هو الذي يدفعني أنني نعرف أهمية هذه الأجيال القادمة. أنني واحد النهار غادي يكون مريض ويكون بين يدي طبيب. إذا قدمت المساعدة ووظيفة اليوم سيساعدني غدا. وهذه يكون واحد اليوم فرطة اقتصادية وغادي يلقى واحد متخصص في الاقتصاد وغادي يساعدني. ولذلك أنا أعمل من أجل مستقبلي حينما أكون رجلا عجوزا أريد المساعدة. هذا السياق حنشتغل. الشق الثاني هو السياحة. وليداتنا وتربية النشء وشخصية متوازنة مش بالضرورة للقراية، لا، ولكن خصو يكون عنده واحد الفضاءات السياحة.
مدينة مدينة متميزة بامتياز على مستوى السياحة، قطاع سياحي رائع، ولذا نحن عندنا برنامج سياحي لبلدنا. نحن راه ناجحين مرتبطين برسالة مركب الرسالة، عندنا شراكة استراتيجية معهم، عندنا شراكة استراتيجية. حنا ترى المجتمع المغربي كامل، ولذلك طلعنا اليوم محاضرانا وخرجنا بمقرنا خارج المركب الرسالة من أجل جميع أبناء هذا البلد. المحاضرة اللي عندنا اليوم هي محاضرة تتعلق ببرنامج سيوضعه المدير العام لمركز التدريبات وطاقم التدريب، ولكن الهدف تاعنا هو الشرارة الأولى للبحث عن ذكاءات في هذه المدينة. هي شرارة أولى، بغينا نبحثوا على الذكاءات اللي عندنا في هذه المدينة.